السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللحظات ويرفع أذان العشاء من المسجد الأقصى المبارك، سيرفعه المؤذن عادل القدماني بإذن الله. بارك الله فيكم وجزاكم كل خير. المسلمين الحق ورحمة الله وبركاته. الأذان هو المقرئ فراس القزاز.
لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعث الله مقاما محمودا والدرجة الرفيعة التي وعدته وجزه عنا خير الجزاء إنك لا تحب الميعاد.